السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أحلى وأجمل متابعين؟ معنا الحلقة 16 من مسلسل العربي يوتيرن بطولة ريهام حجاج ونخبة من الممثلين. تبدأ الحلقة على يوسف وهو قاعد مع شوقي وبيتفقوا على كل حاجة، وبيقول له جايب لك حاجات هتطلع فيها الأوضة لفوق هتعملها بس بلبس مختلف تاني. ودلوقتي مها وحاتم بتقول له انا كنت الاول زعلان عشان عايز اسقط نفسي ان انت زعلان، ودلوقتي انا زعلان عشان اسقطت وانت اللي كنت فرحان. انا والله ما اتحركت. الدكتوره نهاد بتقول لي ان انت اتحركت، اكن ما اتحركتش من بعد الحقنه اللي اداها لي. قال لي اخر حقنه الغطشيه الساعه 8، قلت له لا اللي خدتها الساعه 1 بالليل. راحت قالت له هو يا دكتور ما فيش اي حاجه موجوده الساعه 1 بالليل. قال لها ازاي؟ ما قالت لها خلاص يا دكتوره، يا دكتور انا هتصرف واشوف النبطشيه. وخرجت وقالت لهم مع السلام عليكم، راحت مشيت الدكتورة نهاد. وبعد كده بيقول لها ما تزعليش، بتقول له مالك يا حاتم في ايه مالك ماسك عصاية كده ليه؟ قال لها ما تخافيش ده بس ظهري وجعني تعبني شوية فمسكت العكاز شوية، ما تقلقيش عليه ربنا يخليك، اهم حاجة انت تقومي بالسلامة. ودلوقتي جابوا الممرضات وبيسألهم انتوا مين اللي كان موجود؟ قالت لي يا فندم انا كنت موجودة وسلمت للنبطشية للممرضة اللي بعدي. قالت له انا يا فندم اديتها الحقنة الساعة 8 ومن بعد كده ما دخلناش عندها. قال لها تمام خلاص اتفضلوا انتوا وانا ابقى اشوف الموضوع ده. قالت له ماشي يا دكتور، تمر بأي خدمة؟ قال لها لا شكرا اتفضلوا انتوا مع السلامة. بعد كده دكتور حاتم جاله الأمن بيقول له الكاميرات كانت فصل يا فندم في الوقت ده، والهارد مع الدكتور حاتم وهو قافل المكتب ومشي مش موجود. قال له تمام خلاص اتفضل انت كمان وانا انا هتصرف. قال له تمام ودكتور تومر بأي خدمة؟ قال له لا. ودلوقتي دكتور حاتم وما يفكر عشان ياسر، ودلوقتي البوليس راح عند يارا البيت وخالد وهدى واقفين وعاين كل حاجة هو ربطها بيها. وقال له قلت له انا مش عارفه انا مال اقول لبابا ركب كاميرات. وقال لها طب في اي مكالمات؟ قالت له كله مسح يا فندم، انا كنت ببعت لك كل حاجه يا خالد وشوفها. قال لها انا المشكله برضو بمسحها من الواتس. راحت هدى قالت لهم خلاص انا همشي دلوقتي وباجي بعد شويه ولما بقابلني في البيت. الظابط شك فيها وهي خارجه، راح قال لها في ايه يا هدى؟ قالت له اتفضل يا بنت خالتك شوفها محتاجه في ايه ولينا كلام لما نروح نقعد تاني. قالت له يا فندم عمرنا ما جبنا من السوبر ماركت ده ومش عارفه ايه اللي في دماغه. وراح قال له خلاص حرز الحاجات دي وخدها معاك للامين الشرطه. راح دخلها ومش قال لها دلوقتي يا مها دول اللي كانوا ماتشيه عليكي بالليل، شوفي ان واحده فيهم اللي جت اديك ده كل حقنه. قالت له ولا واحده من دول لحياتي. قال لهم خلاص اتفضلوا انتوا وانا اتصرف. فبرضه راح قال لها طب خدي ده بقى كل اللي موجودين ممرضين ودكاترة وسكرتارية وكله. فضلت تدور لحد ما قالت له ايوه هي دي يا حاتم. طلعت مين؟ طلعت نيرة اللي سكرتيرة ابنه ياسر. قال لها نيرة تمام ده سكرتيرة ياسر. فاخدها وفكر فيها وفكر في ابنه. ودلوقتي ادي الفيلا وادي البيت بتاع اللي قعد فيه وليد واخواته وناهد. يارا راحت لهم قالت له مالك فيه يا وليد ما تخافش ان شاء الله ياسر هيحل لك المشكله. قال لها هحلها لك وما حلهاليش، وانا المشكله مراتي طلقت ورجعنا بقى ايه للنفع والقرف وكل حاجه تاني دي. قالت له خلاص انا يعني لحد ما ارجع المستشفى. قالت له عندي شغلانه لحد ما ترجع المستشفى. لا بجد؟ قالت له مرتب حلو خالص كمان. قال لها تمام وانا موافق. راحت بعد كده يارا خدته، وبعد ما خدته قالت له هقول لك تعمل ايه بالظبط واللي هقول لك عليه تعملي يا وليد وتقول لي على كل حاجه وتبلغها لي. قال تمام. قالت له عايزاك تراقب يوسف في كل وقت وكل دقيقه وكل حركه عشان اعرف الزفت اللي اسمه شوقي مخبي فين. قال له تمام. وفعلا يوسف هو طالع. قال له ازيك للساعه بتاعه؟ قال له ازيك عامل ايه؟ قال له تمام يا فندم. قال له فكرت؟ قال له فكرت يا فندم. قال له بس انا الاول كنت واخد فكره لما اقول حرام وكده. قال له خلاص دلوقتي. قال له بس المشكله في المدام. قال له بقول لك نص مليون جنيه تقول لي المدام؟ خلاص انا هشوف حد تاني. قال له لا يا فندم خلاص انا هعمل انا. قال له خلاص مش هدخل انت بقى دلوقتي جوه. وراح يوسف ركب العربيه ومشي، وهو اللي واقف معاه اللي شغال سواق معاه راح دخل جوه. ودلوقتي وليد بيراقب يوسف وخرج وراه. منيره راحت لي صوره قالت لها ازيك يا صاحبتي عامله ايه اللي ما سالتيش عليا رغم ان انت ان اختي الزفت الحقير يوسف اللي لسه على ذمته لحد دلوقتي.
انت صاحبته وحبيبتي، مفكرتيش تسألي عليه ولا تقولي ايه؟ قالت لها انا للاسف سمعت كل حاجه وعرفت ايه ورا. قالت لها سمعت ايه وشفت ايه وعرفت ايه؟ قالت لها ان انت كنت حامل من خالد وعلى علاقه بيه، وزفت الدكتور اللي عمل لك العمليه. قالت لها كل ده؟ قالت لها مين اللي قال لك الكلام الزباله الكلاب ده الوحش قوي؟ قالت لها اميره. قالت لها يا بنتي كلب اميره اميره كل المؤلفه الحقيره ده وحيد امي لا تطلع من ماشي. راحت قالت لها اقول كل حاجه وانا هعرف انا ازاي هجيب حقي. قالت لها ازاي؟ راحت خبطت على اميره قالت لها تعالي يا بنت الكلب تعالي، فانت اللي تعملي فيا كل ده وانا اللي خلفت من خالد، وانا انت عشان انت زباله وتفتكروا كل الناس زباله زيك ورخيصه يا رخيصه، انت الكلبه انت ما عندكيش دم. قالت لها اه اقلع الوش اللي انت الملاك ده وتعليم. قالت لها هجيلك منه. قالت لها بقى خالد، خالد يوم عيد ميلاد امك اللي حط ايده على كتفك وعايز ما تخوني معايا. قالت لها بقى كده ماشي. راحت اميره عماله تجري. قالت لها هتروح مني فين؟ تعالي. فضلت تجري وراها هيهاره، وعماله تقول لها مش هسيبك ولا لما تقولي الحقيقه، تطلع تقولي لكل الناس انا مفبركه ومفبركه الفيديوهات دي يا رخيصه يا معفنه. قالت لها لا مش هقول حاجه، انا مش هقول حاجه، انت عايزه تطلع انت اللي عملتيش اي حاجه وانت عملت. راحت قالت لها انا هوريك. راح ماسكه الفوزه ودشها يارا على دماغها. قالت لها ده دم يا يارا دم. قالت لها اه دم يا امير وما عملتيش انت ما عندكيش اصلا دم. راحت يارا مشيت. راحت خرجت من بره. في الوقت ده اتصلت باخوها ياسر بتقول له ايوه يا ياسر انا عايز كل الفيديوهات بتاع زفت الاميره بتاعتك ده. لا بابا قال لك حاجه؟ قالت له لا انا ما كلمتش بابا في اي حاجه. مامتها بتقول له انت فين وشوفها فين؟ قال لها استنى استنى. قال لها خلاص يا امير يا يارا دلوقتي وروحي وانا هتصل بيكي وقت تاني عشان معايا ناس. ودلوقتي يوسف بعت لها ناس تراقبها يارا. ودلوقتي ميرفت ومونيا وياسر قاعدين مع بعض بتقول له بالذمه انت مش تقول اللي كنت الزفت اميره ده كل عملته في الفيديوهات اللي عندها مع مرات جوز اختك وانت ما قلتليش بقى. وقالت لها قال لها بقى مرات ما كنت عايزه ترجع حالها. قالت له ما كنتش اعرف اللي هي عملته الزفت الحقيره ده. قالت له بقى بذمتك مش كنت خدت بنت خالتك ناهت احسن من دي؟ ده بتصلي وتعرف ربنا وفرد فرد. اه الله خلتني. قالت له احسن من دي؟ ده انا تربيتي وانا مربيها. قال لها بقول لك ايه تابعيني في عينك كده يا ياسر انت مش عملت مرات اخوك مرات ابوك دي؟ قالت له ليك نص سرقتي لو كنت انت اللي عملته. قال لها الاغراءات دي طبعا اشيك بواحده تسيبها كده تعمل الحاجات دي. المهم جت دلوقتي مها بتقول انا ليا طلب عندك. قال لها قول يا حبيبي. قالت له اعتبر ان انا سقطت وما تشوفش ولا تاذي الممرضه دي باي حاجه. قال لها ماشي اوامرك نافذ، بس الامر اللي انت قلتيله المره دي مش هيقدر انفذه، معلش مش هقدر انفذ امرك المره دي. ودخلت يارا بتقول له ازيك يا دكتور، انا امبارح كنت عايزاك لقيتك نايم. لها انا ما نمتش من كتر التعب. قال لها قولي انت في ايه؟ قلت لا قولي انت. قال لها قولي انت انا سهل هقول بعديك. قول انت يا بابا مش عارفه ابدا بايه ولا ايه دلوقتي. وحكيت له بقى على شوقي واللي جه واللي عمله، وهو قال لها برضه على ياسر واللي عمله وقد حقنه لمراته اللي هو اخوه عشان ابني نزل موته ونزله. قالت له مش معقول يا بابا ياسر يعمل كده. اه الفلوس ماشي معاك بس استحالة كده. ودخلت أميرة على يوسف بتقول له شفت الزفت؟ لا تعالي تعالي اهدي بس فيه. قالت له فتحت لي دماغي ضربتني طبعا من فابريكا، عايزاني اللي انا اقول اللي انا مفبركة الفيديوهات واللي انا اللي انا عاملاهم ده وما عملتش هي عند الدكتور ولا كانت بتقابل خالد. قال لها بس استني استني خدي ادي هي طالعة داخلة من عندك هي خارجة من عندك. قالت له الله عليك وانا احبك وانت مسيطر يا يوسف. قال لها احكي لي بقى حصل ايه وبعد كده هنشوف نعمل ايه. قالت له فتحت دماغي وضربتني وانا سألت المحامي. قال لها فيش في ده فيش رفع قتل. وبعد كده قال لها خلاص تمام ماشي ما تخافيش يا أميرة وأنا معاكي واحدة واحدة. قالت له ده مصورانا وإحنا في أوضة النوم. قال لها إزاي في أوضة النوم؟ قالت له كده يا يوسف أنا ما قدرتش من الصدمة أنا مش عارفة أقول إيه. قال أكيد أكيد أسماء اللي عندك دي الخدامة هي اللي قالت لها وقالت لها عن ميعاد اللي أنا كنت اسمعنا دلوقتي اللي هي الوقت اللي جت هي فيه يارا ده عرفت إن أنا موجودة. قال لها إزاي؟ قالت له هي معاها الفيديوهات بتاع أوضة النوم طبعا بتقول له كده عشان أميرة تتجوزها يوسف وتغيظ يارا وتبقى خدته. قال لها طب ازاي؟ استنى. قالت له انا بص معايا حاجات تدين ياسر وتحبسه لو عايز، حابب تحبسه من دلوقتي احبسه لك. قال لها لا 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 الزفت هو ياسر هو اللي معاه الفيديوهات ومعاه كل حاجه. قال لها خلاص دلوقتي اميره بتقول يا بابا ما تصدق يا بتقول له ما تصدقش يا بابا.
عليه سر ولا الفلوس ولا اي حاجه، هو استحاله يا بابا. بس كل كلامك يا بابا يقول ان هو، وانا ما اقدرش ان انا انكر ولا غلطك ولا اقول لك اللي ما حصلش، لان هو كل ده اللي حصل. دلوقتي اسمه شفت الاول اكتوبر في الزراح له دكتور حاتم بالظبط، بيقول له ازاي يحصل كل ده، زي ما يكون ما فيش حد يعرف يحكم ليه كده. قال يا فندم احنا مش نايمين وكل حاجه، ولا مش هيستحاله هنسيب الدنيا سايبه كده.